بعمل تياكي ياباني. عندي هنا صدور فراخ انا مقطعاها شرايح وحطها في التتبيله والبيض، بعد كده بحطها في الدقيق في النشا، قصدي في النشا، تمام، وتتبلها في النشا ورصها على جنب. بعد كده بقليهم بحطهم في الصوص. بعد كده بقلي الفراخ كله وشيله على جنب. هنا بجهز الصوص، بضيفه للصوص ده وبيت بصل اخضر وسمسم. دي كل كمية الفراخ الترياكي. عندي هنا الصوص جاهز، شايفين الكثافة. هضيف الفراخ هنا واقلبهم مع بعض واسيبه شوية. اخر حاجة بضيف البصل الاخضر وشوية سمسم محمص. ده الترياكي جاهز.